باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لإصحاح 44. في الإصحاح الفات كان إخوة يوسف وصلوا إليه وقلبه حن عليهم، فدخل في مكان بكى وبعدين غسل وشه طلع لهم وقدم لهم أكل وحط من قدامه حصص لإخواته وأعطى بنيامين أكثر من جميعهم 5 حصص وشربوا ورووا معهم. بعد ما خلصت الوليمة دي يوسف أمر الذي على بيته، يعني المتولي أمر البيت أو رئيس العبيد، قال له املأ عداء للرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله. العداء اللي قلنا هو الشوال اللي بيشيلوا فيه القمح، فقال له املأ عداء للرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله. العبارة دي مهمة جدا، لأن إذا قلنا أن يوسف يرمز للمسيح يبقى الذي على بيته يرمز للروح القدس اللي هو بيخدم الكنيسة. وحكاية املأ عداء للرجال طعاما بترمز إلى عمل النعمة، الروح القدس بيملانا بالنعمة. وكلمة حسب ما يطيقون حمله معناها أن الله بيعطي النعمة لكل إنسان بدرجات متفاوتة حسب ما كل واحد يقدر. بيعطي النعمة لكل إنسان حسب ما بيقدر، وده المثل اللي قاله المسيح بتاع الوزنات، واحد يديله 5، واحد يديله 2، واحد يديله وزنة واحدة، يقول لك حسب طاقته. فربنا مش بيحملك بحمل أكتر مما تحتمل، ولا بيديك موهبة لا تستطيع أن تحتملها حتى المواهب. وما هو مطلوب من كل إنسان غير المطلوب من الآخر، كل واحد حسب طاقته. لكن كمان في معنى جميل في الآية دي، إن ربنا هيديك نعمة على قد ما تقدر تجاهد، على قد ما تقدر تجاهد ربنا يديك نعمة. هنا بقى التوافق الجميل بين الجهاد والنعمة، انت تعمل شغل وربنا يديك قوة من عنده. عارفين المثل البلدي اللي بيقولك على قد لحافك مد رجليك؟ اهو دي حاجة زي كده عند ربنا، على قد ما انت بتشتغل ربنا يديك نعمة. لو اشتغلت قليل هيديك نعمة على قد الشغل بتاعك، لو اشتغلت كتير هيديك نعمة اكتر على قد الشغل بتاعك. فاملأ عداء للرجال طعاما على قد ما يشيله. لو واحد هيقدر يشيل ارداب اديله ارداب، لو واحد قالك لا ده تقيل عليا اديله اللي يقدر عليه. واخدين بالكم؟ فانت اول ما تشتغل كتير ربنا يديك نعمة غزيرة. لما تقول له لا انا مش قد الصيام يقول لك خلاص هديك نعمة على قد اللي انت بتعمله. انا مش قد السهر في الصلاة هيديك نعمة على قد اللي انت بتعمله. لكن تشد حيلك وتشتغل يروح يفتح من كنوزه ويعطيك حتى تقول كفانا كفانا. بتفكرني بسفر يشوع لما ربنا قال لهم كل ارض تطئها بطون أقدامكم تكون ملكا لكم، يعني الأرض اللي هتمشي عليها هديها لك،
على قد ما تمشي على قد ما تديلك. لو انت مشيت لاخر الدنيا هديك الدنيا كلها، لو مشيت وكسلت هديك الحتة اللي انت كسلت عندها. على قدر الجهاد يعطي الله نعمة، مواهبه تعطى للناس ليست جزافا ولكن بناء عن المجهود والتعب اللي الناس تعمله. وإلا كان مفروض ربنا يعطي نعمته متساوية لكل الناس، لأن الله عادل. ليه بيدي واحد موهبة شفاء أمراض والتاني ما ياخدهاش؟ وليه ليدي واحد موهبة الافتقاد والتاني ما يعرفش؟ وليه يدي واحد موهبة التفسير والتاني ما يدلوش؟ هو ربنا ظالم يدي على مزاجه؟ هو بيعطي حسب ما انت بتشتغل. املأ عدال الرجال طعاما حسبما يطيقون حمله. لو وقف واحد من الرجالة دول وقال للراجل اللي بيشتغل، قال له كفاية ما اقدرش اشيل ده كله، يقول له خلاص كفاية. عامل زي القصة بتاعت ايليا والامرأة اللي كان عندها الزيت والدقيق، قال لها هاتي اوعية، تجيب اوعية املي تملي، وفي الاخر بيقول لها هاتي كمان حلة تاني، قلت له مفيش، راح ايه الزيت وقف. كل ما بتدي ربنا وقت، كل ما تدي ربنا جهد، كل ما تدي ربنا عمل صالح، هو يديك الزيت بتاعه. تقول له انا خلصت وشطبت، يقول لك وانا كمان خلصت وشطبت. بعد كده قال له وضع فضة كل واحد في فم عدله. الفضة دي الثمن اللي كنا بيدفعوه عشان ياخدوا القمح. قال له بص، على قد ما يشيلوا اديهم، وحتى الثمن اللي جايبينه رجعه لهم. ودي إشارة إلى نعمة الله الغنية الفياضة، إن أنت المجهود اللي عملته هيرجع لك، مش هيضيع منك. كل عمل روحي أنت بتعمله هيرجع عليك بالفايدة. في آية جميلة في سفر الجامعة تقول لكل تعب فائدة، لكل تعب فائدة. فمفيش حاجة انت خسرانها. وقفت ساعة تصلي، ربنا هيديك نعمة قد الساعة ويرفعك رفعة كبيرة، وفي نفس الوقت الساعة دي مش هتخسرها. لو ولد بيذاكر وقف يصلي ساعة، هيلاقي الساعتين اللي بيذاكرهم بمقام 3 ساعات، لان ربنا اداله الساعة بتاعته. لو واحد بيشتغل وقفل المحل بتاعه يوم الحد، الخير اللي هيجيبه له ربنا كأنه كان فاتح وبيتاجر وكل حاجة. فمفيش حاجة هتخسرها، حتى الفضة اللي انت دفعتها هتوضع لك في فم العدل بتاعك. وبعدين في الآية التانية عمل خدعة يوسف الصديق مع اخواته، قال له طاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وسمن قمحه. الطاس دي كاس كان بيشرب فيها يوسف، فقال له دي تاخد الكاس بتاعتي، الكاس الفضة بتاعتي، حطها في الشوال بتاع الصغير خالص اللي هو مين؟ بنيامين اخوه. هو بيخطط الخطة، يقول حتى لو كل اخواتي مشيوا انا عايز بنيامين يقعد معايا. هو ما يعرفش طبعا ايه اللي هيحصل، فقال انا هحط، لان لو مسك بنيامين قال لهم مش هرجعه كان يبقى ظالم. المرة اللي فاتت ايد شمعون بحجة ان ليهم اخ لازم تجيبهولي، طب المرة دي هو عايز يبقى بنيامين قاعد معاه، هيقعده بحجة ايه؟ فقال نحط في الشوال بتاعه الكاس وابعت وراهم يفتشوا، واللي معاه الكاس ناخده. وفي الحالة دي هيبقى بنيامين قاعد معايا في حماية، وعيشه أحسن عيشة، وعرفه إن أنا أخوه وخليه مساعد ليا، وكل حاجة تبقى كويسة، وهم يروحوا يشوفوا حالهم. الطاس طاس الفضة ترمز إلى كأس المسيح اللي قال عنها السيد المسيح
الكاس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ وطبعا كان يقصد بهذه الكأس الآلام الشديدة بتاعت الصليب. فإذا كان الله هيعطيك طعاما حسب ما تطيق أن تحمل، وهيديك الفضة اللي انت دفعتها مجهودك يردهولك، لكن مع هذا كله لازم تحمل أيضا كأس المسيح اللي هو الصليب. من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحمرهم شايلين عليها الحاجة، وبعدين يدوبك خرجوا بره المدينة، قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم فقل لهم لماذا جزيتم شرا عوضا عن خير. أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. قال له لهم الكلمتين دول، كلمة يتفاءل طبعا دي كانت من ضمن عبادات الأوثان، التفاؤل والتشاؤم حاجة مش بتاعتنا. يتفاءل يقول ان هو كان ممكن مثلا كاس في ايده يرمي فيها قطع من المعدن فتعمل بقليل. البقليل دي بقى الناس اللي بيقروا الودع والفنجان يبص يلاقي البقليل ماشي كده يقول قدامك سكة سفر، مش عارف قدامك ايه، زي ما بتعملوا انتوا في الفنجان، عوايد مصريين من زمان يعني. طبعا مش ممكن يكون يوسف بيعمل كده، بس هو عايز يجرجرهم يعني. قال لهم لماذا جزيتم شرا عوض عن الخير؟ انا عملت فيكم خير، اكلتكم وشربتكم وديتكم الاكل اللي انتوا عايزينه وصرفتكم بسلام، ليه تسرقوا الكاس بتاعي؟ فهم طبعا استغربوا في الآية 7، لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. والدليل على كده أننا المرة اللي فاتت لما قينا الفضة بتاعتنا موجودة في الشويلة جبناها، لو احنا ناس حرامية ما كناش جبنا الفضة القديمة. فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. هنا بقى التهور في الأحكام. هما في آية تقول لك من كلامك تدان، بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليه، وفي كلمة يقول لك من فمك أدينك. انتوا ليه تحكم الحكم القاسي؟ طبعا كتر ثقتهم في نفسهم انهم مش ممكن يكونوا سرقوا خلتهم يقولوا هذا القرار الجريء. قالوا الذي يوجد معه من عبيدك يموت والباقيين يكونوا عبيد. فقال لهم الكلام بتاعكم مظبوط، بس انا هخليها مخففة، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، واما انتم فتكونون ابرياء. تروحوا، انا عايز بنيامين بس، انا منشن على مين؟ انا اللي هموته ولا عايز كنت، انتوا روحوا سيبوا لي بنيامين. فاستعجلوا وانزلوا كل واحد عدله الى الارض، وفتحوا كل واحد عدله ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى الى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين فمزقوا ثيابهم. كلمة مزقوا ثيابهم لما هيسمعها يوسف هينشرح جدا، لان هو كان متوقع ان اخواته غدرين زي ما غدروا بيه. كان ممكن يغدروا بنيامين ويقولوا له خلاص اديك انت حكمت، اللي معاه الطاس خده واعمل فيه اللي عايز تعمله واحنا نفلت. لكن يبدو
أن الأيام قد غيرت في طبائع هؤلاء الناس. بعد ما كانوا شباب صغيرين متهورين ومتحمسين وقساة، دلوقتي بقى كبار، 22 سنة عدت عليهم، يعني اللي كان عنده 40 بقى فوق 60، ومعظمهم بقوا جدود، اباء وجدود، وحاسين بقى بحتة ان واحد يترمي ولا واحد يسيبه، دي مش سهلة. مزقوا ثيابهم، فيش ولا واحد منهم يوم ما باعوا يوسف مزق ثيابه. شمعنا النهاردة بتمزقوا ثيابكم على بنيامين؟ لقد تغيروا وصاروا جديرين بأن يسامحهم يوسف. تعالوا كده نألف سيناريو آخر غير اللي حاصل، إن إخوة يوسف يقولوا للراجل ده خلاص خد بنيامين وإحنا بقى نروح بلادنا وأمرنا لله، ويرجعوا لأبوهم يقولوا له حتى بنيامين مات، وأبوهم يحزن ويضطرب، ويرجع بنيامين ليوسف، يوسف يسمع الحكاية دي ياخد جيش ويطلع يموت إخواته وياخد أبوه ويقعد بيه في أرض مصر. لكن نشكر نعمة الله التي غيرت قلوب هؤلاء القوم اللي من عدة سنوات تجاسروا، باعوا أخوهم يوسف، النهاردة مش طايقين يسمعوا ان هم يفقدوا بنيامين، فمزقوا ثيابهم. وتمزيق الثياب هي ايضا اشارة الى خلع الانسان العتيق. الانسان العتيق ده اللي هو فيه الشهوات وفيه الاساوة وفيه الطمع والحقد والحسد وفيه الصفات الوحشة، لما مزقوا ثيابهم كانت إشارة إلى أن هذا الإنسان العتيق قد انتهى، والآن فلنبدأ بدأ حسنا جديدا مع الإنسان الجديد. وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. الرجوع إلى المدينة يرمز إلى الرجوع إلى الله. الرجوع إلى المدينة رجوع إلى الكنيسة، رجوع إلى السماء، بالقلب الجديد وتمزيق الإنسان العتيق نستطيع أن نعود إلى مدينة الله. لما رجعوا بقى إلى المدينة يقول فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك. ليه قال يهوذا وإخواته؟ مع ان يهوذا ما كانش البكر، ده البكر كان مين؟ مين البكر؟ لا لازم تبقى عارفين، رأوبين. مفروض كان يقول فدخل رأوبين واخواته الى بيت يوسف، لكن اشمعنى يهوذا؟ لان يهوذا هو السبط الذي يأتي من نسله المسيح، ولان يهوذا ذاته هو اللي هيقف يتشفع عن بنيامين. يهوذا هنا رمز للمسيح اللي يقف يقول انا مستعد اموت بدل البشر، ويهوذا قال كده. عشان كده قال دخل يهوذا واخوته، هو اللي هيقف شفيعا. ووقعوا امامه على الارض. دي السجدة رقم كام دي؟ ثالثة. الأولى في الزيارة الأولى لما اشتروا قمح، والتانية في الزيارة اللي اشتروا فيها قمح، والتالتة لما مشيوا ورجعوا له تاني مقبوض عليها. يقولوا لنا كده السجدة الأولى ترمز للصليب، والتانية للدفن، والتالتة للقيامة. عشان كده في السجدة التالتة دي يوسف هيعلن نفسه ليهم. في المرة الأولى اتكلم معاهم بخشونة زي الصليب وأخذ شمعون وأيده ومشاهم، في المرة الثانية سابهم ودخل يعيط ده القبر، في المرة الثالثة هيوريهم نفسه ده القيامة. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟
ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ طبعا هو لا يتفاءل ولا حاجة، بس هو بيوقعهم في الكلام، بيجرجر. فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، يعني ربنا مسك علينا غلطتنا. كلمة وجد إثم معناها مسك علينا الغلط. ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا كلنا. هنا يهوذا وقف يعترف بخطية ما عملوهاش، مش كده؟ فما سرقوا، بس ما وقفش يقول له احنا ما سرقناش، ده حصل صدفة، حد من عبيدك هو الغلطان. لكن وقف بمنتهى الانسحاق بيقول احنا غلطانين، بيعترف بخطية ما عملهاش. زي مين؟ المسيح الذي حمل خطايانا وهو لم يخطئ. وقف يقول احنا غلطانين، ماذا نقول لسيدي؟ ملناش وش نتكلم، نتكلم نقول ايه؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك. نتيجة كده احنا كلنا تحت امرك، نبقى عبيد ليك، احنا والاخ اللي عنده الطاس. فقال بقى يوسف: حاشا لي ان افعل هذا، لا، انا رجل حقاني. الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام الى ابيكم. طبعا هنا بيختبرهم، هيبص في عينيهم يشوف الفرحه ولا الزعله. جايز يقولوا كويس اهو قالها من بقه، سيبك من بنيامين، نعمل به ايه؟ ما ده برضو الابن المحبوب المدلل، ابن رحيل، سيبك منه. يبقى خلصنا من يوسف ودينا خلصنا من بنيامين. ولو كان عملوا كده كان يوسف ممكن يعاقبهم، لكن برضو نشكر نعمة الله التي غيرتهم. وقف مرة تانية يهوذا يتشفع من أجل بنيامين. ثم تقدم إليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده، شوفوا كم مرة يقول كلمة سيدي وعبدك وعبيدك. فقلنا لسيدي لنا أب شيخ، حكى له القصة، يعني بيفكروا، أنت سألتنا لكم أخ لكم أب، قلنا لك لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير مات أخوه وبقى هو وحده لأمه وأبوه يحبه، فقلت لنا هاتوه. قلنا لك ما يقدرش الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت، يموت الأب. طبعا الكلام ده بيسمعه يوسف وقلبه من جوه بيتقطع على أبوه اللي قاعد دلوقتي في الغربة، يقول يا ترى الولد حصل له إيه؟ فانت امرتنا ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعودون تنظروا وجهي. لما قلنا الكلام ده لابونا وبعدها قال لنا روح اشتروا اكل، قلنا له ما نقدرش ننزل غير معانا بنيامين. فبرضو ابونا كان متأثر من الموضوع، خرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن، فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. دلوقتي أنا لو رجعت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه، يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك اللي هو يهوذا ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجيء به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فأنا بطلب حاجة واحدة بس، خدني أنا مكان بنيامين. من إمتى يا يهوذا الكلام ده؟ شوفوا القلب لما يتغير يبقى حلو ازاي. يهوذا
انت اللي هتقف مكان بنيامين، وبنيامين يرجع للاب. فالان ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع اخوته، لاني كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي، لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي. برضو لما شافوا ابوهم تعب من حكايه يوسف مش قادرين يكرروها، قالوا اذا كان يوسف خلى ابونا الشيخ يكبر في السن القدام 50 سنة، فجأة عجز وتعب وعينيه ضعفت من كتر الحزن، مش حل لو كمان بنيامين؟ في المرة الاولى ما كانوش عايلين هم الاب، في المرة التانية عايلين همه، ده تغيير كويس. وادي يهوذا مش بس وقف يشفع في اخوه ولا في كل اخواته فقط، لكن ده كان عنده استعداد انه يتسجن مكان بنيامين ويبقى عبد عوضا عنه. بنيامين هنا يرمز للبشرية، ويهوذا يرمز للمسيح اللي عنده استعداد ان يبذل نفسه فدية عن كثيرين. طبعا الكلام دوت يهز جبل، ويوسف اساسا بيعملها وهو بيمثل عليهم، يعني قلبه من جوه مهزوز طبيعي. فلم يستطيع يوسف ان يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ اخرجوا كل انسان عني. طبعا كل انسان غريب. المرة اللي فاتت لما جه يعيط سابهم ودخل في مكان لوحده كده يبكي من غير ما يعرفه، المرة دي بكى قدامهم، بس اخرج الغرباء المصريين وبقى هو واخواته بس. المرة اللي كان قاسي فيها على اخواته كان في حضور كل الناس، والمرة اللي دخل وبكى وبعدين غسل وجهه وتجلد وخرج يقابلهم كان قدام كل الناس. المرة اللي كشف فيها نفسه كان قدامهم فقط. ودي معناها ايه؟ عندما صلب المسيح كان امام جميع الناس على جبل عالي وكل الناس شايفاه، ولما اندفن في القبر كل الناس شافته مدفون، ولما قام ظهر لمين؟ تلاميذه بس. المسيح مصلوب وميت في عيون كل البشر، ولكنه حي وقائم في عيون محبيه فقط. عشان كده أظهر قيامته ليس لجميع الناس، بل لشهود سبق فعينهم واختارهم عشان يكونوا شاهدين لقيامته. الصليب حقيقة يجب أن يعرفها الجميع، وكذلك الدفن. أما القيامة فهي حقيقة يجب أن يؤمن بها الجميع، يعرفها غير يؤمن بها. عشان كده لما اتصلب اتصلب واضح وظاهر وفي عز الظهر وكل الناس شايفين، ولما قام قام في الخفاء، ما حد شافه في القيامة خالص، شافوه بعد قيامته في ظهورات مش لكل الناس، عشان بعد كده يبقى العايب. شافوه بعد قيامته في ظهورات مش لكل الناس، عشان بعد كده يبقى اللي عايز يصدق القيامة لابد أن يؤمن بها مش أن يراها. عشان كده السيد المسيح قال لتوما: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. والإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. عشان كده خرج عنه كل الغرباء. الغرباء هنا إشارة لليهود والوثنيين الذين لا يؤمنون بالمسيح، يخرجهم برا ويكشف نفسه لأحبائه. في آية تقول: سر الرب لخائفيه.
ولهم يعلن نفسه. فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون بالرغم أنه هو قاعد معهم. لكن صوت البكاء انتشر لدرجة بره سمعه. ده بكاء ايه ده؟ بكاء ضعف ولا بكاء نصرة؟ بكاء حزن ولا بكاء فرح؟ عامل زي بالظبط كما ان المسيح ظهر واضحا لتلاميذه بعد القيامة، لكن الحراس اللي كانوا على القبر لم يروا الا زلزال واصوات غير واضحة، لم يروا المسيح نفسه. ولما ظهر السيد المسيح لشاول الطرسوسي في الطريق الى دمشق، شاول بس هو اللي شافه وسمع صوته بوضوح. الناس اللي حواليه شايفين نور، شايفين شخص، وسمعين اصوات مش مميزين بيقول ايه. كذلك يوسف عندما اعلن نفسه لاخواته، اخواته شافوه وسمعوه، والغرباء سمعين اصوات مش فاهمين ايه القصة. وقال يوسف لاخوته: انا يوسف، احي ابي بعد؟ شوف السؤال الوحيد اللي كان على باله، هو انتوا بتكذبوا عليا ولا ابويا لسه عايش؟ احي ابي بعد؟ انا يوسف. يوسف في غربته كان مهتما بأبيه الغائب عنه، كمثلما اهتم السيد المسيح فترة تجسده بأن يمجد الآب السماوي. قال له: أنا مجدتك على الأرض. وكان جاي عشان ينفذ مشيئة الآب السماوي. وكلمنا بكل ما سمعه من الآب، وكان الشيء الوحيد الذي يشغل ذهن المسيح وهو متجسد على الأرض هو الآب السماوي. يوسف بيسأل يقول لهم: أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه، كان شيء مزعج ليهم. واحد مات ودلوقتي قام، اللي احنا دفناه بايدينا في البير، اللي بعناه بنفسنا، واللي ادعينا انه مات وصدقنا الاشاعة اللي عملناها، النهاردة لقينه حي واقف قدامنا. ارتاعوا منه لانهم خافوا انه ينتقم ويؤذيهم، ولان شكله بقى مش يوسف اللي كانوا زمان بيمسكوه يكتفوه يرموه، نفس الشخص اللي اتكتروا عليه واخدوه كتفوه رموه في البير وطلعوه وباعوه، هو بعينه النهارده اللي قاعد على العرش وبنسجد له. ارتعبوا منه، عامله زي الايه اللي في سفر الرؤيا اللي بتقول: وينوحون عليه كل الذين طعنوه. كل الذين طعنوه، بالرغم من كم واحد طعنوا على الصليب، هو رئيس المئة قائد، لكن لما يقول كل الذين طعنوه معناها اي واحد طعن المسيح وهو عايش على الارض، لما يشوفه جاي على السحاب هيرتعد منه. ارتاعوا منه تفكرني بقصة التجلي، بطرس ويعقوب ويوحنا طالعين مع المسيح على الجبل، اصحابه اصدقاء بيدردشوا مع بعض، لما شافوه في المجد خافوا وسقطوا على وجوههم. ارتاعوا منه بتفكرني بيوحنا الحبيب
اللي كان له الجسارة أن يتكئ على صدر المسيح بمنتهى الود والحب والدلال، لما شافه في سفر الرؤيا يقول سقطت على وجهي من الخوف. الرب يسوع طيب وحنين وحلو، لكن في المجد بتاعه هيبقى مرعب. حتى يوحنا الحبيب ارتعد منه، يوسف الغلبان اللي يقدروا يشيلوا يحطوا فيه صار اليوم في مجد، لذلك ارتاعوا منه. انا واثق ان في وسط الاخوة كان في واحد مش خايف. مين هو؟ بنيامين. كيف يرتاع بنيامين؟ نمرة واحد هو اخوه شقيقه، نمرة اتنين ما اشتركش في المؤامرة بتاعتهم، ما كانش موجود، لذلك كان قلبه قلب واثق. عندما دخلوا الحداشر الى يوسف، اكبر قلب كان يرتجف هو قلب مين؟ بنيامين اللي معاه الطاس. واول ما يوسف قال لهم انا يوسف، اكتر واحد اطمن هو بنيامين. وهم داخلين عند يوسف كانوا العشرة عندهم احتمال الراجل ده يقبض على بنيامين يطلق سراحنا، فمقلقين لكن الى حد ما مطمنين. الوحيد اللي كان مرعوب هو بنيامين، لما قال انا يوسف اتقلبت الآية. بنيامين وحده اطمأن ووشه شع بالنور والفرح والرجاء، والعشرة ارتجفوا وارتاعوا. السؤال دلوقتي، عندما يستعلن المسيح في المجد هيبقى شكل ايه؟ هل ابقى من نوع الفرحان زي بنيامين والجلك الفرج، ولا ابقى من نوع القلقان زي بقية الاخوة وابقى مرعوب من الدينونة العادلة؟ ارتاعوا منه. فقال يوسف لاخوته تقدموا الي. زي المسيح لما قال لهم قوموا ولا تخافوا، وزي ما جه الملاك ليوحنا في سفر الرؤيا وقال له قوم ما تخافش. عندما ارتاعوا من يوسف وظنوا انه جاء لكي يقتص منهم، طمنهم انه ما كانش جاء عشان يدين لكن ليخلص. ابن الانسان لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص به العالم. فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه. انا لسه حاسس ان انا اخوكم، انا يوسف اخوكم بالرغم ان انتوا بعتوه، لكن انا لسه اخوكم. انتم اذ كنتوا وحشين لكن انا كويس. فهو يظل امينا، الله يظل امينا معنا حتى لو كنا بننكره. انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر، والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا. تخافوش، ما تضايقوش، ما تزعلوش، لانه لاستبقاء حياة ارسلني الله قدامكم. عجيب هذا الرجل يوسف، في كل حياته ما كانش شايف غير واحد بس قدام عينيه هو الله. مش انتوا اللي بعتوني، ده ربنا اللي جابني هنا. ولما وقف قدام امرأة فوتيفار قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. مش شايف حد في الدنيا غير ربنا قدام عينيه. سر القداسة دي، سر القوة اللي عنده.
لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا. كأن المسيح الآن يقول للبشرية اوعوا تتضايقوا ان انتوا صلبتوني ولا ان انتوا خنتوني، لكن ده كان تدبير من الآب السماوي من اجل استبقاء حياة، لانه استبقاء حياة ارسلني الله قدامكم، لان للجوع في الارض الان سنتين وخمس سنين ايضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد ارسلني الله قدامكم. تاني مرة يقول الله ليجعل لكم بقية في الارض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالان ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله. ايه رأيك لما واحد يعكسك في الشغل ويقعد ينخرب تحت رجليك لغاية ما يخلي الرؤساء بتوعك يغضبوا عليك وينقلوك نقل تعسفي، وانت عارف ان فلان ده هو السبب، ولكنك تظل تحمل له كل تقدير وكل حب، وتمر الايام والمكان اللي انت اتنقلت فيه وكنت مش مبسوط يكون هو السبب في انك ترتفع وتبقى وكيل وزارة، وتقول لو كنت انا في الحتة اياها دي كانش حد اخد باله مني. ويجي الاخ اللي كان نخرب تحت رجليك يقول لك سعادة الباشا انا اسف، تقول له لا ما تخافش، ده ربنا اللي بعتني مش انت. شوف النبل، الانسان النبيل يفكر بالمنظور ده، يقول لا ده ربنا كان مدبرها. الانسان الذي يميل الى الانتقام ما يصدق يمسك مكان وسلطان ويبتدي يجزر في الناس، يبقى جزار. ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الارض. كأن يوسف فاهم ان القصة دي كلها عشان خاطر ابوه واخواته بس، ما يهمش كل ارض مصر تموت من الجوع، المهم ابوه واخواته شعب الله. ربنا دبر اني اجي هنا عشان احوش قمح، مش فقط ليأكل المصريون ولكن عشان ابويا واخواتي يلاقوا اكل. 7 سنين يوسف بيحوش قمح وعنده رجاء ان ابوه واخواته يجي ياكلوا من هذا القمح. مهما كان في السجن او بره السجن على العرش او في اي مكان، قلبه مشغول بالآب السماوي واخواته اللي هم الكنيسة. مش انتوا تلاحظوا ان احيانا الواحد لما يمسك منصب ينكر اهله وعيلته ويستعر منهم ويرفضهم ولا يسأل فيهم؟ ده احيانا بيجي واحد يتوسل للناس في الشوارع عشان ينتخبوه في مجلس الشعب، ويلف على الدكاكين ويسلم عليهم ويقول لهم وعود براقة، وبعد كده ينجح ولا تشوفه، ولما تروح تقول له ليه طلب يتكلم معاك بمنتهى الإصدراء ولا يسأل فيك، خلاص أخذ المنصب اللي هو عايزه. لكن يوسف ما كانش كده. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. كلمة أبا لفرعون معناها حتى فرعون نفسه ما بياخدش قرار لما يرجع لي، بقى المستشار بتاع فرعون. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف. عايزكم تعدوا كم مرة يقول كلمة الله يوسف ده، قد جعلني الله سيدا، مش أنا بشطارتي وبأمانتي وبكفاءتي وبنصحتي؟ قال لهم ربنا هو اللي عمل كده، مين أنا؟ قد جعلني الله
سيدا لكل مصر. انزل إلي لتقف. كلمة أسرعوا واصعدوا إلى أبي وانزل إلي لتقف معناها يا جماعة ما فيش وقت للعتاب والكلام، خلينا نشتغل أحسن من العتاب. في إنسان يضيع وقته في السلبيات، أما يوسف فكان رجلا إيجابيا، ما يبصش ورا، باصص لقدام، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. عامل زي السيد المسيح بعد قيامته من الأموات وجات له المجدلية عايزة تتشعبط فيه، قال لها لا تلمسيني اذهبي إلى أخوتي. إحنا مش وقت مشاعر وكلام، وقت شغل. روحي قولي لإخواتي إني قمت، إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإله. اسرعوا واصعدوا إلى أبي، خليه ينزل إلي، وقالوا له تقف. لما هتيجي تسكن في أرض جاسان، أرض جاسان اللي هي حاليا محافظة الشرقية من أخصب الأراضي في مصر، وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوع لألا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. طبعا لو قعدوا هناك وكل شويتين يبعتوا يشتروا قمح، ما الفلوس اللي عندهم تخلص. قال له لا، تعالى أنا هغنيك. وهوذا عيونكم ترى وعين أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، يعني أنا بالحقيقة يوسف، وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. مشتاق ومستعجل إنه يشوف أبوه الشيخ اللي تعب بسببه. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم. بعد ذلك تكلم إخوته معهم. بعد ما قبلهم وبكى معاهم، الخوف اللي عندهم خف وبدأوا يتكلموا معاه. أنا أتعجب لهذا النبل اللي عند يوسف الصديق، ولا عاتبهم ولا فتحهم في الموضوع ولا أي حاجة، غير بس هي كلمة إيه؟ أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. بعد كده خلاص انسوا بحكاية البيع دي، ده ربنا هو اللي جابني، وده كان قصة وقضية وخطة، وربنا هو اللي عايز كده، متخافوش، دي حاجة كانت كويسة مش وحشة. طب والتلتاشر سنة بتاعت الذل؟ يقول لك أنا سميت ابني منسى ليه؟ لأن ربنا نساني، أنا نسيت. احكموا أنتوا، هل سهل إن واحد ينسى 13 سنة من الذل والإهانة والمهانة والظلم والسجن؟ مش ممكن، مش سهل. لكن هكذا رجال الله القدسون. سمع الخبر في بيت فرعون وقيل جاء إخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فرعون كان بيحب يوسف، هو واضح جدا، فرح لما عرف ان اخواته جم. والعبيد بتوع فرعون، انا متخيل لما يبقى فرعون بيجيب واحد غريب يعمله الرجل الاول في المملكة بعده، مفروض ده اللي حوالين فرعون يغتاظوا منه ويحقدوا عليه ويتمنوا له الأذية. على الأقل لو بيحترموه هيحترموه نوع من الخوف مش من الحب، وعاملين حساب فرعون. ومساعة لما يسمعوا ان اخواته جايين يتأففوا ويتذمروا، يقولوا احنا يعني مش ناقصين، كفاية يوسف ليه هيجي كمان اخواته؟ لكن لانه معاملاته كانت رقيقة وحنينة مع كل الناس، كان الكل بيحبه. ولذلك عندما سمعوا ان اخواته جم، الكل في رحلة. فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان، خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر، وتأكلوا دسم الأرض
فأنت قد أمرت، يعني اللي هتعمله دوت بأمر مني، اوعى تتكاسل. افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، العجلات الحربية بتاعت فرعون وسيلة مواصلات، وحملوا أباكم وتعالوا. ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. هنا العجلات اللي أمر فرعون بأن هي تروح تجيب يعقوب وأولاده ونساء أولاده، ترمز إلى عمل الروح القدس في أسرار الكنيسة. الروح القدس اللي جاي عشان ياخدني على عجلة يوديني السماء، والخيرات اللي وعد بيها ترمز إلى خيرات السماء. هبعت لكم عجلة تجيبكم للسماء، تاكلوا من دسم الأرض خير السماء. جميع خيرات أرض مصر لكم. لا تحزن عيونكم على أثاثكم، معناها إن كل حاجة هتسيبوها زي قلتها، يعني الخير اللي هتشوفوه هيخليكم تشعروا ان اللي سبتوه دوت زي قلته، عامل زي الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول: الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. الخير اللي هتشوفوه في الكنيسة هيعوضكم عن أي خير تسبوه. عامل زي المثل اللي قاله السيد المسيح: إنسان تاجر وجد لؤلؤة كثيرة الثمن، فمضى وباع كل ما له واشترى هذه اللؤلؤة اللي هي الإيمان والمسيح. لا تحزن عيونكم على أثاثكم، كل الخير اللي عندك ده سيبه تعالى لي كده من غير حاجة وانا هديك كل حاجة. ففعل بني اسرائيل هكذا، واعطاهم يوسف عجلات بحسب امر فرعون، واعطاهم زادا للطريق، واعطى كل واحد منهم حلل ثياب. واما بنيامين فاعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب. في حد من الاباء وهو بيفسر قال رقم 300 في اللغة اليونانية عامل زي حرف تي في الانجليزي، رقم 300 حرف طاف الصليب يعني. والخمس حلل ثياب إشارة إلى تقديس خمس حواس الإنسان. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أطن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخواته فانطلقوا وقال لهم: لا تتغضبوا في الطريق. ما هو برضو إيه موانون منهم، لان خايف وهما ماشيين واحد يقول للتاني: ما انت اللي قلت نبيعه، والتاني يقول له: ما انت اللي قلت نرميه في البير، والتاني ما انت اللي قلت نقتله، ويتخانقوا مع بعض لان فضحوا خلاص. فقال لهم: لا تتغضبوا في الطريق، زعلوش. فصعدوا من مصر وجاءوا لارض كنعان الى يعقوب ابيهم، واخبروه قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. كلمة جمد قلبه دي أنا حاسس إن قلبه وقف إلى لحظة. مش ممكن الواحد لما يسمع خبر مفاجئ كده مفرح أو مزعج قلبه كده ينقبض؟ جمد قلبه، مش ممكن اللي بتقوله ده. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأقصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. حس بالراحة كده، أخذ نفسه، عاشت روحه. في بعضهم يقول لك ترجمة أخرى يقول لك: فاستنارت روح يعقوب. فقال إسرائيل: كفى، مش عايز حاجة تاني، كفى.
عامل زي الآية اللي بتقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. كفى يوسف ابني حي بعد، أذهب أراه قبل أن أموت. عندما نكتشف المسيح في حياتنا عاشت روح يعقوب.